طارق، أنا عايزاك تحكي لي على كل المشاريع اللي داخل الشركة اليومين دول. الحمد لله، يعني كل حاجة ماشية كويس. والبيج بروجكت أخباره إيه؟ العادي يعني، مفيش حاجة مهمة أقدر أقولها لك. مش مهم تكون مهم، أنا عايز أعرف كل التفاصيل. أنت بلغت الـ HR إنهم ينقلوا المهندس اللي اسمه محمود ده من المشروع اللي هو فيه ويجي هنا؟ آه. ازاي تعملي حاجه زي كده من غير ما ترجعي لي؟ مهندس شاطر وشغله عاجبني، وشايفه ان احنا هنستفيد منه هنا اكتر، فانا شايفه ان انت لازم تقولي برافو يا نهله. لا طبعا مش برافو، ده عيل فاشل. والله شغله وملفه بيقولوا حاجه تانية خالص. وانت تفهمي ايه في الشغل بقى عشان تقولي كده؟ التقارير اللي جايه من الموقع والانجاز في الوقت اللي هم عاملينه، مش محتاجه عبقري عشان يعرف ان الدنيا ماشيه كويس. دي مش طريقة شغلي أنا، تدخلاتك الكتير دي هتوقعنا. ولا هتوقعنا ولا حاجة، كامل اللي بيني وبينك شغل، وبعدين هنشوف قراراتي دي هتعمل إيه. أنا المسؤول هنا ولازم ترجعي لي قبل ما تعملي أي حاجة. ما ينفعش تاخدي قرارات كده من نفسك وتنفذيها على طول. ممكن لو سمحتي؟ هحاول أعمل كده. ما أقدرش أكون مدير الإدارة الهندسية، ده موضوع كبير. أنا ببلغك بقراري، مش باخد رأيك أو استشيرك. طب سيبك، أنا استاهل الترقية دي ولا لأ؟ أنا ما بفهمش حاجة في الإدارة الهندسية، ده قرار مش صح. يا حبيبي ما تقلقش، الشركة كلها متسخرة عشان تساعدك. كل ده عشان إيه؟ عشان موظف غلط؟ موظف مش أمين، ده مش معناه إن كل الناس اللي هتيجي في مكانه هتغلط زيه. في الأول وفي الآخر دي حالة فردية. مش ده السبب الوحيد. أنا بجهزك تمسك الشركة كلها. تاني يا ماما؟ تاني وتالت ورابع. طب بصراحة، حضرتك ما بقيتيش تثقي في بابا؟ لا، أنا مختلفة معاه في أسلوب الإدارة، لكن بثق فيه طبعاً. وهو راضي عن الكلام ده؟ أنا بلغته، وهو هينفذ، وإنت كمان هتنفذ. اللي عرفته ده هيبقى فيه قرارات جديدة هبلغكوا بيها. أنا عايز أعرف إيه اللي بيحصل ده. أنت إزاي تعملي اجتماع في مكتبي من غير ما أعرف؟ في حاجات كتير قوي عن الشركة عايز أعرف. من ورايا؟ تقعدي مع الموظفين بتوعي من غير ما أعرف وتحرجيني معاهم بالشكل ده؟ عايزة تعرفي شكة في إيه بالظبط؟ في حاجات كتير غريبة بتحصل في الشركة دي. الأغرب بقى إن الورق اللي قريته كله مظبوط، بس أنا مش عارفة مظبوط ولا متظبط. متظبط؟ قصدك إن بفبرك أوراق ومستندات الشركة؟ هي حصلت؟ للدرجة دي شكة فيا وشايفاني مزور؟ أنا ما قلتش كده، ومش عارفة الصراحة أنت ليه واخد الكلام ده على نفسك؟ لأن كلامك كله معناه كده. لو واثقة فيها صحيح كنت قلتيلي إن أنت جاي الشركة وأنا خليكي تطلعي على كل الأوراق، لكن اللي حصل ده إهانة. كامل، ما تخلطش حياتنا الشخصية بالشغل. أنا مش هنا بصفتي مراتك، أنا صاحبة الشركة وعندي أسئلة كتيرة عايزة ليها إجابات منك بصفتك مدير الشركة. ايه حكاية الأسهم اللي كاتبها كامل باسمك؟ مفيش حاجة يا مدام نهلة، ده شغل. يعني ايه شغل؟ مستر كامل كتبهم باسمي علشان يضمن ان هما مش هيخرجوا برا الشركة، وهما كده فعلا يعتبروا ملك للشركة، ومستر كامل معاه مستندات بالكلام ده. الشركة اه. طب والشقة اللي كاتبها باسمك تطلع ايه بقى ان شاء الله؟ مدام نهلة، حضرتك فاهمة الموضوع ده غلط خالص. مستر كامل كاتب الشقة دي باسمي علشان بس هو ما يظهرش في الصورة، مش أكتر. وواخد عليا ورق كمان علشان ما أعرفش أتصرف في أي شقة فيه. وما قلتيش الكلام ده كله ليه؟ هو أنا مش منبهة عليكي تقولي لي كل حاجة بتحصل؟ يا مدام نهلة، حضرتك طلبتي مني إن أنا أكون عينك على كامل بيه جوه الشركة وأبلغك بأي حاجة بتحصل كده ولا كده، لكن موضوع الشقة ده حاجة تخص كامل بيه بره الشركة،
هي صحيح الشقق دي مكتوبة باسمي، لكن تخص قضايا مع اخواته، يعني انا مفيش حاجة عليا غلط خالص. طب ما انت عارفة كل التفاصيل اهو، كل كبيرة وصغيرة. علشان سألت أستاذ فتحي وهو اللي فهمني كل حاجة، لأن أنا كنت خايفة ومش فاهمة. طب يا حبيبتي في حاجة تخصك أنت وكامل بره الشركة أنا ما أعرفهاش؟ لا خالص. ماشي. وأي قرار خده كامل اليومين اللي فاتوا دول عايزة بيه تقرير. حاضر يا فندم. إيه اللي بيحصل ده؟ أنت بتعملي إيه هنا؟ مجتمع مع مديرين إدارة شركتي. مش من حقك تجتمع مع حد. لا من حقي. هو أنت ما عرفتش؟ أنا رئيسة مجلس الإدارة. كنت. أنا دلوقتي صاحب الشركة. واضح إن أنت لازم تراجع العقود بتاعتك كويس. العقد بتاعك مع بابي اللي مضيته زمان بيقول إنه 10% بتاعتك دي مقابل الإدارة، يعني حقك طول ما أنت مدير الإدارة، وأنا بصفتي بقى مالك الأصول عافيتك من المنصب ده، فالعشرة في المية رجعت لي. فأنا دلوقتي بقيت إيه؟ ميجر شير هولدر، يعني النسبة الأكبر من الأسهم بقت بتاعتي. وأنت بقى عرفت ده واكتشفتيه لوحدك؟ لا طبعاً، أنا خدت بنصيحتك، جبت محامي بص على العقود وشاف الثغرة دي وعرفت حجمي الحقيقي. أنا جبتك أنت بالذات عشان عارف خبرتك وعارف قد إيه أنت راجل أمين في شغلك، يعني مش مجاملة ولا حاجة. أيوة بس أنا حاسس إن الموضوع كبير عليا. لا ما تقلقش، أنت معاك محامين كتير جدا في الإدارة اللي أنت هتمسكها. المهم أنا عايزك تراجع أوراق الشركة كلها وبتركيز، عايزك تكتشف لي إذا كان في فساد أو تلاعب بيحصل من أي نوع. أنا عايز أطمنكم إن الشركة هتفضل شغالة زي ما كانت شغالة بالظبط، ويمكن أحسن كده. أحسن إزاي يعني؟ الشركة ماشية كويس جدا. أيوه أنا عارف، ما أقصدش حاجة كامل بيه، أنا أقصد بس إني مش هغير حاجة في الشركة. أكيد طبعًا، أنت قضيت فترة طويلة جدًا من عمرك في الشركة دي، وأكيد نفسك تشوفها أكبر وأحسن. بالظبط كده يا مدام نهلة، الشركة دي لها أفضال عليا، وأنا لازم أردها لها. وهو ده المتوقع منك يا أستاذ شاكر. احنا كمان على استعداد ان احنا نتعاون معاك بحيث ان احنا نكبر مع بعض، وده هدفي. بس في شويه حاجات لازم نتفق عليها في سيستم الشغل. حاجات زي ايه يعني؟ انا لازم اعرف كل كبيره وصغيره بتحصل في الشركه، واتحط سي سي على اي ايميل خارج من الشركه او داخل لاي واحد في الشركه. انا ملاحظ ان انت جاي تتشرط علينا. لا يا كامل، هو اكيد مش قصده يتشرط، هو بس عايز يعمل سيستم للشغل بينا، مش كده باشمهندس؟ بالظبط كده يا مدام. وما تنساش يا كامل بيه ان نسبتي في الشركه تسمح لي باللي انا طلبته واكتر. حضرتك كنت شغال في شركه ايه؟ شركه ميجا فارم. ايوه بس الملف بتاع حضرتك ما فيهوش شهاده خبره. ايوه هو ده لازم؟ طبعا، من غيرها حضرتك هتبقى زي اللي لسه بيقدم على شغل من جديد، وبعدين انا هعرف منين اذا كان ليك خبره بالشغل ده ولا لا؟ للاسف مش معايا. طب حضرتك سبت شغلك في الشركه ليه؟ هو الحق انا قدمت استقالتي. بقالك 24 سنه شغال في الشركه، تقدم استقالتك ليه؟ يعني يا فندم التعب والظروف في الشركة في الفترة الأخيرة يعني اتغيرت، مبقاش في تقدير للموظفين اللي قدام. طب حضرتك ممكن تسيب الملف بتاعك، ولو ظهر حاجة مناسبة هنكلمك، بس نصيحة مني لو هتقدم في أي حتة تانية لازم يكون معاك شهادة خبرة من الشركة القديمة، وده هيفرق معاك كتير. ما بلاش يا فضل، خليك معانا في الشركة أحسن، وليك عليا يا سيدي هقدم لك على علاوه وههتم بنفسي انها تتنفس. انا خدت قرار يا فندم، معلش خليني براحتي.